السلام عليكم، معكم دكتور سليم محمود قريطان. الفيديو النهاردة هنتكلم فيه وعرض فيه على كل الأسئلة اللي أنا اتسألت لي في المنتدى على اليوتيوب. جالي حوالي من 48 سؤال أو 47 سؤال، في حاجات فيهم متشابهة وفي حاجات فيهم مختلفة. إن شاء الله هرد على كل سؤال بالتفصيل. وقبل ما ابدأ الفيديو كنت عايز اشكركم على دعمكم ليا، وان شاء الله نكمل باذنك يا رب، وان شاء الله تدعموني اكتر عشان اقدر انزل لكم فيديوهات اكتر واكتر. اول حاجة معنا، اول سؤال، ازاي نزود الجسم كله وخصوصا منطقة الارداف؟ احنا قلنا عشان نزود الارداف او عشان نكبر الثدي او المناطق الانثويه بوجه عام، قلنا هناخد البرايم روز بلس كبسول، كبسوله من مرتين لثلاث مرات في اليوم بعد الاكل، وهنمشي على راس الخميره قرصين بعد الاكل بساعه، وانبه بعد الاكل بساعه ثلاث مرات في اليوم، وامشي على الاوميجا 3 بلس كبسول، كبسوله بعد الاكل ثلاث مرات في اليوم، والعلاج ده هستمر عليه 3 شهور. ولو في نحافة في الجسم كله هزود الايجي جروس بودرة، باخد معلقتين كبار على كوباية لبن بعد الاكل 3 مرات في اليوم. طيب السؤال الثاني، واحدة بتقول ان عندها 20 سنة وبتاخد ترياكتين ودكسازون وماشية عليهم سنين وبرضو مش عارفة تتخن، وبرضو بيحصل لها مشاكل لما توقفهم. يا جماعة الدكسازون ده مشكلة، لانه كورتيزون، بلاش الكورتيزون. كورتيزون ده بيحوش مية تحت الجلد وبيخلي الجسم يتخن، بس مية يعني لو وقفته كل المية دي هتروح عادي خالص. فانا كده بيخلي وش كده، وش حلو، وش بيسموه موم فيس، وجه القمر. عشان كده ترياكتين مفيش مشاكل، بس مش عليه شهرين بس او شهر بس، ده مجرد فاتح للشهية، باخد قرص قبل الأكل بنص ساعة تلات مرات في اليوم. ولو حد بيشتغل أو حاجة يفضل ما ياخدوش، عشان ممكن في الأول يعملوا شوية نوم. أما الحاجة إزاي تتخن إزاي، أو حاجة بتحلل تحاليل غدة درقية عشان تشوف الوظائف الغدة، وهل لو في عندها فرط نشاط الهوا ده اللي عامل لها إنها بتخس على طول. كمان بتعمل تحاليل براز وتشوف ديدان اميبا، وكمان بتعمل صوره دم هل في انيميا ولا لا، وبعد كده بتاخد علاج على اساسه. وممكن تاخد في العموم ايجي جروس بودره، وبتاخد معاها برضو اقراص الخميره. طيب في سؤال اتسالني على حبوب اسمها كيرفاريو للارداف والمؤخره، الحاجات دي بتبقى موجوده على النت، هي غير متوفره في مصر، والحاجات دي ما انصحش بيها. هو الحاجات دي كأعشاب طبيعية زي الهندباء، زي الوايلد يام، زي الشوكة المباركة، يعني مجموعة أعشاب، بس هو ملهاش أي أضرار، بس لسه غير مصرح فيها بمصر، مش مصرح بيها في مصر. طيب السؤال الرابع اتسألني على تقوية العضلة الخفسة أو العضلة النائمة. طيب ايه اللي، عشان اللي عايز يعرف يعني ايه الخفسة او بيسموها العضلة النائمة. العضلة دي بتبقى اللي موجودة في الارداف، يعني اللي بتخلي الوحدة عايزاه حاجة تقويها عشان تخلي شكل الارداف كيرفي كده، زي الممثلات كده يعني. طبعا زي ما قلنا تقوية العضلة دي لازم تمارين رياضية، تروح الجيم ومع واحد متخصص عشان تقوي العضلة دي. الحاجة التانية انها بتاخد برضو البرايم روز والأوميجا 3، وبتمشي برضو على أقراص الخميرة وتمشي عليهم 3 شهور. السؤال الخامس، واحدة بتسأل انها في ريحة الفم كريهة وجربت الملح الانجليزي ومفيش فايدة. يا جماعة الملح الانجليزي مش هيعمل حاجة في الريحة، هو بس هيطهر من بقايا الديدان، هيخلي الجسم حلو، تعرف تنام كويس، الاتزان الهرموني. لكن ريحة الفم الكريهة بيبقى غالبا طفيليات او اميبا، ويبقى فيها مشكله في البطن، او ممكن يكون حتى ارتجاع هو اللي عامل شويه الحموضه والريحه دي. بس انا ما دام الريحه مستمره باستمرار، فبالنسبه او بدرجه كبيره بتبقى اميبا او ديدان، يفضل علاج الاميبا. ممكن تاخد فلاجيل 500 قرص بعد الاكل 3 مرات في اليوم لمده 10 ايام. طيب والواحد بتسأل برضو ان جسمها بيحرق بسرعة، تعمل ايه؟ لازم برضو تحاليل غدة درقية، ده اساسي، ومع البراز وتحليل براز وتحليل صورة الدم، وتاخد برضو حاجات برضو بتزود مقويات او فيتامينات زي الايجي جروس، البودرة بخاصة الكاكاو زي ما قلنا عليها، هي واقراص الخميرة. طيب
السؤال السادس، علاج عرق النساء وهل في علاج؟ طبعا عرق النساء اللي بيسموه الساتيكا ده بيمسك الظهر من في الوسط عن الظهر كده لأحد الرجلين، يا اليمين يا الشمال، وبيبقى بيبقى فيه التهابات جامدة في الأعصاب، وغالبا بتكون نتيجة ديسك، نتيجة كبر السن، حركات غلط اتعملت لمدة طويلة، فبيحصل عامل التهابات شديدة في عرق النساء. ده يفضل انها تتجه الى الطبيب المختص، طبيب المخ والاعصاب. هي بتاخد طبعا حاجات مواد الاعصاب، مثلا ليفابايون، الحقن عضل يوم بعد يوم، او ديبوفيت كل 5 ايام حقنة، مع اعراس الميجا قرص بعد الفطار وبعد العشاء، مع التوجه للطبيب برضو المختص. السؤال السابع، مكمل غذائي لطفل عنده 4 سنوات لزيادة الجسم. طبعا 4 سنين لازم نتأكد ان مفيش انيميا بعمل صورة الدم، ويتأكد ان مفيش حاجة بتغذى على اكل الطفل، مفيش اميبا، مفيش ديدان، لازم عمل تحليل براز، تمام، عشان نشوف المشكله فين. طبعا عايزين حاجه تزود وزنه، ممكن ياخد ايجي جروس بودره، بياخد بس 2 معلقه صغيره او معلقه صغيره على كوبايه لبن 3 مرات في اليوم بعد الاكل، وياخد حاجه تفتح الشهيه او حاجه فيها حديد زي سنسوفيت حديد 5 سم 3 مرات في اليوم بعد الاكل، او البافيت حديد 5 سم قبل الفطار، ويمشي عليه شهرين. طيب السؤال الثامن، علاج الديدان للسن 30 سنه وعلاج النحافه. طبعا علاج الديدان يفضل عمل تحليل براز. طب انا عايز اخد حاجه شامله او عامه يا دكتور، ممكن اخد مثلا البندكس او الفيرميزول حبيتين على الريق او قبل عشاء لمده 3 ايام، ويكرر بعد راحه اسبوع، او اخد الفلوفورمالا اقراص حبايه قبل الفطار وحبايه قبل العشاء، ويكرر بعد راحه برضو اسبوع، تمام. وعلاج النحافه، علاج النحافه هنا زي ما اتكلمنا برضو، السؤال ده مكرر، بالايجي جروس بودره وقراص الخميره، مع لو في انيميا وعن حل قبل تحليل صوره دم، لازم حاجه زي الفيروجلوبين كبسول او الفيريترون كبسول، كبسوله بعد الفطار وكبسوله بعد العشاء، والعلاج لمده شهرين. السؤال التاسع برضو، ده المعوال الكبار تطهير المعده. علاج تطهير المعده ممكن يكون في اميبا او طفيليات او جيارديا، وساعتها العلاج احنا قلنا فيورازول الكبار قرصين بعد الاكل 3 مرات في اليوم لمده 5 ايام، او ممكن ناخد جرعات الاسكندازول موجوده في السيبازول او الاسكندازول او اليوزول، وساعتها دول بيتاخدوا الاتنين جرام مره واحده، ساعتها بيبقى 4 اقراص او قرصين كل يوم بعد العشاء لمده 3 ايام متواصله. اما علاج الدان اتكلمنا عنه، قلنا البندكس او الفيرميزول او الفلوفيرمال، تمام. طيب سؤال عاشر، ستارفيل كريم للاندر ارم. طيب ستارفيل كريم ده فيه خلاص اعشاب طبيعيه والكريمات المتميزه جدا اللي بتفتح المناطق الحساسه وتحت الابطين وتفتح البشره، فهو كريم جميل. ار ايز مفيد للخشونه ولا ايه يا دكتور؟ ار ايز من الحاجات الكويسه جدا اللي فيها الكرفس، وفيها اهم حاجه الكركم اللي هو في ماده الكركمين، طبعا بيساعد في علاج الالتهابات تبقى موجوده في المفاصل والركبه، والالتهابات اللي هو في الظهر بوجه عام، بس بيبقى مساعد طبعا مع علاج الخشونه اللي بيوصفه الدكتور ده لازم. طيب السؤال 12، التهابات الاعصاب وعرق النساء المزمن. احنا اتكلمنا عن عرق النساء واتكلمنا عليه ان احنا ده يتوجه للطبيب المختص، تمام. التهابات الاعصاب لازم ناخد على حسب الاعصاب سببها ايه، سببها سكر، سببها مثلا عمل حركات غلط اثرت على الاعصاب، سببها مثلا اعراض غلط، ساعتها ممكن ناخد ليفابايون عضل يوم بعد يوم، او ديبوفيتحون عضل كل 5 ايام، مع الميجا قرص بعد الفطار قرص بعد العشاء، وممكن نزود عليهم سايتاسيد 600 وحبايه قبل الفطار وقبل العشاء بنص ساعه، تمام، يا ريت قبل الاكل عشان ممكن تعمل معده شويه. طيب السؤال 13، 12 سنه مفيش تركيز وصداع دايما. طيب مفيش تركيز في الغالب، هي انيميا بس، لازم تحليل صوره الدم مع البراز برضو لو في اميبا وحاجه نعالجها او دان، ومع ان انا نشوف سبب الصداع. لو انيميا يبقى ممكن ياخد يا كبسولات في السن العالي، مش مشكله، في الروجلوبين او في الروترون، او ياخد دواء شرب اللي هو البافيت حديد 10 سم قبل الفطار، او ياخد سانسوفيت حديد 5 سم 3 مرات في اليوم قبل الاكل، مفيش مشاكل عادي خالص. طيب السؤال 14، علاج التجاعيد اللي موجوده في الوجه. التجاعيد اللي موجوده في الوجه طبعا مشكله كبيره، ومش هقول انها حل سهل وبسرعه باي كريم ضيعها، لكن في حاجه اسمها ايفا بالكولاجين، والايفا بالكولاجين طبعا بجزئيات الذهب، في موجود ايفا بالكولاجين لاعمار مختلفه، ال 30 وال 40 وفوق ال 50، ده استعماله صبح وبالليل وامشي عليه شهرين، تمام، ده هيساعد كتير في علاج التجاعيد وشد الوش عشان نتيجه وجود الكولاجين اللي فيه.
كمان ممكن استعمل حاجه اسمها ديرما سوفت بلس كريم، ده البلس بالذات مش العاده عشان فيه فايتو كولاجين برضو بيساعد كتير في التجاعيد. طيب السؤال 15، علاج النحافه لسن 12 سنه، برضو سن 12 سنه لازم عمل تحليل براز وصوره دم، وان لازم نشوف سبب النحافه دي سببها ايه، وبعد كده بدي قلنا الاي جي جروس بودره معلقه كبيره او معلقتين كبار 3 مرات في اليوم على كوبايه لبن او عصير، وقرص الخميره قرص او قرصين 3 مرات في اليوم بعد الاكل بساعه، واستعمل حاجه زي حاجه تقوي حاجه مواد عامه زي الالبافيت حيد او سانسوفيت حيد او حتى الفيروجلوبين شرب. طيب السؤال 16، كريم للهيئات السوداء وانتفاخات تحت العين. من مشكله الانتفاخات السوداء تحت العين مشكله كبيره ولازم برضو اسبابها، لو وراثيه هتطول وتقعد فتره طويله، وبرضو الكريمات هتخفف. لو هي نتيجه السهر او الكمبيوتر او الشاشات او الموبايل او توتر تفكير انيميا، لازم نعالج السبب الاول مع ادي حاجه كريم للهيئات السوداء زي كريم بي اند بي اي كونتور كريم او شاد اوت كريم الكريمات الممتازه او بريتير او بريتير اي كونتور كريم دهان حوالي العين بحركه دائريه مره الصبح ومره بالليل لمده شهرين. طيب في سؤال بيقول كبسولات فيتكس مستخلصه من شجره اللي هي عشبه كف مريم اللي بتنشط الهرمونات وتنشط المبايض، هل في بديل؟ اول حاجه احنا قلنا ان الكبسولات دي برضو بتبقى بتباع على النت، وبرضو لازم الكبسولات دي مش مصرح بيها في مصر حاليا، لكن هي فيها شويه اعشاب طبيعيه بتساعد انها تنظم الهرمونات وتنظم الدوره، ما فيهاش مشاكل خالص، بس لازم طبعا الاعشاب دي مش مسجله في مصر. السؤال 18، علاج الصداع المستمر باخد كرافست اكياس باستمرار. قلنا الكلام ده غلط، كرافست كويس جدا بس عند اللزوم عشان ما يتعبش الكبد او الكلى. الصداع المستمر سببه ايه؟ سببه انيميا، سببه توتر، سببه تفكير، سببه قلة نوم. لازم نعالج السبب الاول، ناخد حاجه مقويات زي رويال فيجي كبسوله كل يوم بعد الفطار. واحده بتقول فرحه بعتها شو تكبير الصدر، ازاي تكبر الصدر؟ طبعا تكبير الصدر احنا مش هنقول احنا عندنا حل وهمي، الاساس في العلاج ده هو الجراحه، لكن احنا بنقول حاجات بتساعد انها تسمن وبتساعد انها تكبر الثدي. ممكن تاخد احنا البرايم روز كبسول كبسوله 3 مرات في اليوم بعد الاكل، وتستعمل قرص خميره قرصين بعد الاكل 3 مرات في اليوم بس قبل بعد الاكل بساعه، وتستعمل برضو الاوميجا 3 بس كبسول كبسوله 3 مرات في اليوم بعد الاكل، وممكن تاخد بودره الايجي جروس. افضل علاج تسمين الخدود، السؤال 20، نفس الجواب برضو الاوميجا 3 برايم روز وقراص الخميره برضو هتساعد كتير قوي. طب السؤال 21، 25 سنه وفي تجاعيد في الوجه واحنا اتكلمنا عليها، تستخدم التجاعيد دي اسبابها ايه؟ لازم شرب الميه كتير طبعا حاجه اساسيه عشان خاطر التجاعيد. لازم تاخد مكمل غذائي فيه فيتامين ه، وممكن تستعمل وقيفه بالكولاجين بجزيئات الذهب او ديرما سوفت بلس كريم. طيب سؤال 22، زياده في نشاط الغده الدرقيه وعايزه تتخن. طيب لما يبقى في زياده في نشاط الغده الدرقيه ساعتها المعدل الحرقي بيزيد، فطبعا بيحصل ان الوحده بتقس. طب انا عايز اتخن، لازم الاول تروح لدكتور الغده الصماء والهرمونات يظبط لها الغده الاول، بعد كده ممكن تاخد حاجات طبيعيه زي الايجي جروس او الجروس فورميولا او ومعاه اقراص الخميره، وتاخد حاجه مقويات زي الفيروجلوبين او الفيروترون. طيب السؤال 23، شحوب الوجه والايجاد. يعني واحد يقول انا بشرتي كويسه جدا وبيضه وفاتحه بس في شحوب الوش، ده نتيجه نقص فيتامينات ونقص حديد. لازم حاجه زي رويال جي 1000 كبسوله قبل الفطار او رويال في جي كبسوله بعد الفطار، وامشي عليها شهرين، ده فيه غذاء نكهات النحل وفيه الجينسنج وفيه فيتامين بي وفيه كل العناصر اللي محتاجها الجسم. طيب ولو في انيميا ممكن نخلي رويال فيجن نزود الجرعه، نخليها كبسوله افطار وكبسوله عشاء واستمر عليها شهرين 3 شهور. طيب واحده بتقول عايزه اسمن الوجه بس مش عايزه كل الجسم يسمن، برضو البرايم روز بلس وقراص الخميره وانا اتكلمت عليهم بالتفصيل، واللي هو بتستعمل معاهم كمان الاوميجا 3، ده ساعتها هتسمن ويحصل عمليه توريد للخدود. ليه بقى؟ عشان السؤال ده سالته، لان الاوميجا 3 هي والبرايم روز، برايم روز فيها زيت ذره الربيع الاوميجا 6 وفيها فيتامين ه، وده بيساعد ان نضاره الخدود ونضاره الوش بوجه عام. هي والاوميجا 3 نفس الكلام، كمان البرايم روز فيها برضه فايتو استروجين، استروجين نباتي، ده الاستروجين ده
هيساعد برضو انه يسمن المنطقه دي ويحلل المناطق الانثويه بوجه عام عند السيدات، مع اقراص الخميره طبعا اللي فيها فيتامين بي المفيد جدا للبشره ومفيد للشعر ومفيد للجسم بوجه عام. طيب السؤال 26، برايم روز او كوب برايم روز، ايه البديل لو ما لقيتوش؟ برايم روز اصلا متوفر، وكوب برايم روز متوفرين في كل الصيدليات في مصر. لو ما فيش يبقى في حاجه اسمها روزا سيف كبسول زيه برضه. طيب السؤال 27، تكبير الارداف والمؤخره، احنا اتكلمنا عنهم برضو، كوب برايم روز بلس واقراص الخميره والاوميجا 3. طيب السؤال 28، علاج ضعف الدوره الدمويه للشعر، علاج بعمل يا دكتور، عملت مساج للشعر وبرضو الشعر بيتحسن لما وقف الشعر بيقل او بيرجع يتساقط تاني. طبعا لازم الشعر ده لازم نشوف الغده درجات تحليلات وصوره الدم، ده اساسي، ولازم لو في توتر وتفكيري يقله طبعا، لان ده طبعا لو في توتر تنشنه هيقلل الدم الواصل لبصيله الشعر. عشان كده في حاجه اسمها لوسيون اسمه نيوتوس كالبيلوسيون، رخيص ب 11 جنيه، في مواد طبيعيه بتساعد على تدفق الدم لبصيله الشعر كويسه جدا، ادهن دهان للفروه والشعر مع التدليك صبح وبليل واستمر عليه مده شهرين، واستعمل بقى حاجات شامبوات طبيه زي اللوجيباكت شامبو بلسم او الوكيتا دي اس شامبو، شامبو 3 مرات في الاسبوع، مع ممكن تاخد كبسولات هيرتون كبسول او البانتوجار كبسول بعد الاكل 3 مرات في اليوم. السؤال 29، برضو علاج تكبير المؤخره، اتكلمنا عنه برضو بالتفصيل، سواء البرايم روز او الاقراص الخميره او الاوميجا 3. كريم العضله الخلفيه، والله انا ما فهمتش السؤال قد كده، هل عايز حاجه تقويها، هل في شد في العضله الخلفيه، ولا عايزه حاجه تسمن الساقين؟ سواء تسمن الساقين هتاخد برضو البرايم روز والاوميجا 3 وراس الخميره. لو في عايزه علاج او مساج للعضله دي، العضله الخلفيه طبعا، ودي يحصلها شد بيبقى في صعوبه في المشي وتعب، فتسمى مساج زي الار اكس مساج او الالجازون او الحاجات دي، ده مع التدليك 3 مرات في اليوم. السؤال 31، علاج قصر القامه عند الاطفال لسن 3 سنوات، طبعا دي بره تخصص صغيري خالص، لازم توجه لطبيب الاطفال وطبيب اللي هو مختص بالغدد الصماء والهرمونات عند الاطفال، لان ممكن اسباب وراثيه، اسباب هرمونات، التغير في حاجات كتير، لازم طبعا توجه طبيب المختص، وممكن يدي حقن حاجات زي كده. السؤال 32، 57 سنه وفي سكر وضغط، وايه افضل الفيتامينات ليها؟ طيب عشان السكر والضغط يبقى لازم حاجه امنه، في حاجه اسمها فيتامون كبسول السيدات، مخصص سيدات السن ده، تاخد كبسوله كل يوم بعد الفطار وتمشي عليه شهر لشهرين، ده ممتاز جدا. او لو الضغط منتظم لازم تاخد رويال في جي كبسوله بعد الفطار شهرين برضو، عشان جسم ممكن يرفع الضغط شويه، بس لازم الضغط يكون منتظم عشان تاخد رويال في جي. طيب السؤال بعد كده، السيولايت والخطوط البيضاء اللي موجوده في الجسم، برضو احنا قلنا ده مفيش علاج نهائي وتام ليها. طيب الحل يا دكتور، الحل ممكن ناخد حاجات كريمات زي الديمارك كريم او الفليكسديرم كريم، ده في الحاجات الكويسه جدا اللي بتساعد فيها حاجات طبيعيه انها تشد الجلد، دهان بحركه دائريه مره صبح ومره بالليل واستمر عليها 3 شهور تمام، مع التمارين الرياضيه عشان نقول برضو هتخف بنسبه كبيره. طيب السؤال 34، علاج الالام الرقبه والاكتاف، طبعا السبب ايه؟ هل في مشكله؟ هل شلت حاجه تقيله؟ هل نومه غلط؟ ساعتها بسمي حاجه بصل العضلات زي المايوفين او الدمره قرص او كبسوله بعد الفطار وبعد العشاء، واي مساج زي الجازون او الار اكس مساج او الفولترين جلد هان 3 مرات في اليوم. طيب السؤال 50، مكمل حديد مستورد، طبعا هو مكمل الحديد موجود في مصر كلها كويسه جدا، يعني فيه مبلاص، فيه فيروترون، فيه فيروجلوبين، لكن لو عايز حاجه مستورده بالاسم حاجه اسمها فيروجلوبين كبسول مستورد، بس يا جماعه الحاجات دي بتيجي ايه متهربه فمش مسموح بيها في الصيدليات. طيب برايم روز كبسول الكبد، هل برايم روز دي مشكله في الكبد؟ لا ملوش مشاكل خالص، هو زيت زيت ربيع عشبه امنه تماما، فيه خاصة الاوميجا 6 وفي فيتامين هي، ما فيهاش مشكله مع الكبد خالص. سؤال 37، تسميل خدود وزن 78 وعايزه تخس، طيب احنا قلنا ان البرايم روز والاوميجا 3 والاقراص واقراص الخميره عايزود الوزن، انا اللي عايز تخس بقى بلاش اقراص الخميره، ممكن تاخد البرايم روز كبسول، كبسوله 3 مرات في اليوم بعد الاكل، اوميجا 3 بلس كبسول، كبسوله بعد الاكل 3 مرات في اليوم، وان شاء الله هتسمي خدود وهتخس برضه. فيتامين د والفيروجلوبين كبسول، هل في تعارض مع انت بتاخد ويب بروتين؟ لا طبعا، بس يفضل نخلي فيه سبيس او مسافه او فاصل ما بين الادويه،
يعني لو في فيتامين د بعد الفطار بعد العشاء الفيروجلوبين مثلا بعد الغداء، الواي بروتين يبقى في فاصل ساعتين بين كل واحد والتاني. طب السؤال 39، اوميجا 3 بلس كبسول يسد الشهيه، هل ده صح ولا غلط؟ هو الاوميجا 3 مش هيسد الشهيه، هو خلاصه زيت السمك، هو ممكن يساعد في التخسيس زي ما احنا قلنا شويه، تمام، عشان ما حدش يعول عليه، يعني هو بيساعد يخفض الدهون الثلاثيه والكوليسترول، وفي نفس الوقت ميته انه بيحسن الدوره الدمويه، بيقي من الجلطات، بيحمي القلب وعمليه الدمويه، بيساعد تسميه الخدود وتكبير الارداف والمؤخره. بس طبعا ايه اللي بيسد الشهيه؟ ممكن ناخد بران كبسولتين قبل الاكل 3 مرات في اليوم، ولو البرام مش موجود مع كوبايتين ميه كبار طبعا، لو البرام مش موجود ممكن اخد حاجه تسد شاي زي الشيتو جري كبسولات، او الكروماكس مثلا كبسوله قبل الاكل بربع ساعه مع كوبايتين ميه كبار. طيب الاوميجا تسمين الجسم كله، هل الاوميجا يا دكتور بتسمن الجسم كله؟ لا، الاوميجا احنا قلنا ممكن تسمن المناطق الانثويه بس، لكن الجسم كله ممكن طبعا يحصل خسيه كمان في 20 سنة وفي ترهلات في منطقة الايه الصدر وثدي برجع عام. طبعا الترهلات دي زي ما قلنا مش من السهل، مش بالسهولة علاجها، هي عايز تمارين رياضية، تمام، مع استخدام حاجات زي الديمارك او الفليكسديرم هتساعد كتير انها تشد برضو، دهان مع التدليك صبح وبالليل مدة شهور. مشكلة الميتفورمين لعلاج السكر، الميتفورمين قالوا انه في شوائب سرطانية، بس حتى الان مفيش حاجة اثبتت، وزارة الصحة المصرية ما طلعتش تصريح الميتفورمين، يا جماعة استخدموا دواء سلوفاج والجلوفاج عادي مفيش منه اي مشاكل حتى الان. السؤال 43، 28 سنة في تكيس في المبايض وزاد في هرمون الذكري والشعر، ايه الحل؟ هنا لازم التوجه لدكتور اللي هو المسؤول، دكتور الجلدية ودكتور بالتعاون مع دكتور النساء والولاده، لانه لو في مشكله ان في شعر في الوش او زياده في الهرمون الذكري نتيجه او في تكيس مبايض، ما هو ده اصلا يعني حوامل كتير تخلي ان لو في زياده في الهرمون الذكري الشعر يطلع. تكيس المبايض طبعا بتساعد برضو زول الشعر. طب انا دلوقتي الشعر ده حله ايه؟ لازم الدكتور هيكتب على ادويه هرمونات هتظبط المشاكل دي ان شاء الله، لازم التوجه للطبيب المختص. افضل سيرم فيتامين سي للبشره، والله في السوق منتجات كتير لسيرم فيتامين سي، وفي حاجات اصلا لوشنات وكريمات فيها فيتامين سي، لكن في اللي هو السي ماكس فيتامين سي برضو من الحاجات الكويسه جدا. طيب سؤال بعد كده، 11 سنة ابنه مش بياكل وضعيف، احنا قلنا هنعمل تحليل براز وهنعمل تحليل صورة الدم عشان نشوف لو في أميبيا ديدان، لو في أي مشاكل، وصورة الدم لو في أنيميا ونعالج السبب. ممكن ياخد بعد كده حاجات زي الفيروجلوبين شراب أو السانسوفيت أو الألبافيت حديد، مثلا الألبافيت حديد 10 سنتي قبل الفطار، وممكن ياخد مع علاج الديدان لما لو في ديدان مفيش، وفي اكيد نسبه كبيره في نسبه ضعف او انيميا ياخد علاج الانيميا اللي احنا قلنا عليه. ممكن ياخد حاجه زي البودر الشوكولاته او ايجي جروس او جروس فورميولا، معلقه كبيره على كوبايه لبن او عصير 3 مرات في اليوم بعد الاكل. السؤال 46، مكروب الحلزوني معدي وهل بيسبب فقدان وزن وريحه كرافه؟ المكروب الحلزوني الهيليكوباكتر بايلوري هو مكروب موجود عند 90% من الناس. هل هو معدي؟ هو ممكن طبعا بنسبة كبيرة معدي، ممكن يتنقل عن طريق البراز بتاع شخص، ممكن لو واحد ايده مش مغسولة كويس، تمام، وعن طريق يعني استعمل ادوات شخص او شخص عنده عدوى بالميكروب الحلزوني ممكن يتعدي، تمام. طب اعرف الميكروب الحلزوني موجود فين؟ ان انا بعمل تحليل ميكروب حلزوني في البراز، الهيليكوباكتر اندوجين لازم في الاستول في البراز. طب بيعمل فقدان في وزن؟ ممكن يعمل فقدان في الوزن. طيب الريحة الكريهة ممكن يكون سبب، أو ممكن يكون سبب أميبا أو ديدان هي بتعمل الريحة الكريهة. ساعتها ممكن ناخد فلاجيل أو فيرازول، الفلاجيل قرص 3 مرات في اليوم بعد الأكل لمدة أسبوع أو 10 أيام، والفيرازول حبيتين بعد الأكل 3 مرات في اليوم لمدة 5 أيام. طيب في سؤال طريف جالي، طريقة الحمل فؤاد، والله حتى الآن ما فيش حاجة اسمها طريقة الحمل فؤاد، وإن كان بيقولوا في تشطيف التشطيفات القلوية والكلام زي ده، كل الكلام ده ماليش اساس من الصحة خالص، كله بإيد ربنا. ولكن دلوقتي في تطورات عند الأطباء في إن هم تحديد جنس المولود،
بالنسبة للحمل في ولد. طيب السؤال 48 والأخير، علاج ترهلات الجسم والوجه. احنا ترهلات الوجه عايزين حاجة فيها كولاجين زي ديرما سوفت بلس كريم فايتو كولاجين أو إيفا بالكولاجين جزيئات الذهب، من حاجات كويسة جدا، ده مرة صبح ومرة بالليل 3 شهور. أما ترهلات الجسم ممكن نستخدم الديمارك أو الفليكسوديرم، ودهان مع التدليك بحركة دائرية صبح وبالليل 3 شهور. وقلنا برضو ده عايزة رياضة، لأن الكريمات دي بتساعد بنسبة لكن مش علاج نهائي، ومش علاج اللي هو أنا أقدر إن أنا أعول عليه. يمكن دي كل الأسئلة اللي اتسألتني في حتى الآن اللي كانت موجودة على المنتدى، وإن شاء الله بإذن الله كل فترة كده هنزل لكم إن شاء الله بوست تسألوا فيه الأسئلة اللي انتم فيه براحتكم، وإن شاء الله أرد عليها فيديو بالتفصيل. وقبل ما انهي الفيديو برضو اشكركم على دعمكم ليا، وياريت تدعموني اكتر واكتر عشان اقدر ان انا اقدر اكمل واقدر اوصل لكم فيديوهات كتير. ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد عن الدواء. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.